بسم الله الرحمن الرحيم. برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة عندنا أمور كتير جدا نتكلم فيها، وفي فقرة جديدة كمان لحضراتكم أتمنى اللي هي تعجبكم، هنتكلم فيها بعد شوية. لكن خلونا في البداية الحمد لله نتكلم عن مباراة أفريقيا المهمة جدا، ومن هنا شعارنا الأسبوع كله أفريقيا أهلي. إن شاء الله الجهاز الفني واللاعبين قدها وقدود ويسعدونا ويصعدوا للمباراة النهائية، لأن أفريقيا وحشتنا جدا، وكأس العالم للأندية. مش هقول الجماهير موجودة لأن بالفعل جماهير الأهلي موجودة، ومش هنقول جرب تدخل الاستاد، بل بالعكس جماهير الأهلي موجودة وجوه الاستاد. حبيت اللي انا ابتدي حلقه النهارده بجماهير النادي الاهلي العظيمه. هو ده الشكل المفروض نشوفه ان شاء الله امام النجم الساحلي، مش خمس دقائق ولا عشر دقائق، التسعين دقيقه زي ما عودتونا. الحماس في المدرج، المسانده، الدعم للجهاز الفني واللعيبه جوه الملعب، لاننا في المباريات دي خليني اقول لحضراتكم جماهير الاهلي هي اللاعب رقم واحد. ومدربين كتير ومؤتمرات كتير الكل كان بيقول جماهير الاهلي هزت لعيبتي، فمن هنا حبيت ان انا ابتدي الحلقه بجماهير الاهلي العظيمه اللي قاتلنا عشان يبقوا موجودين. مش 50,000 ولا قاتلنا عشان الاستاد يتفتح بالكامل او استاد برج العرب يبقى موجود فيه كل جماهير النادي الاهلي العظيمه. لازم نتحمل المسؤوليه مع بعض كاعلام اهلاوي وكجماهير نادي الاهلي واللاعبين، وروح الفانيلا الحمراء لازم تبقى موجوده. من هنا نصايحنا اللي طول الوقت بنقولها للجماهير، الكل عمل اللي عليه، سواء مسؤولين اللي احنا بنشكرهم، كمان الكل عمل اللي عليه كاعلام وضغط جماهيرك تبقى موجوده، كمان دورك المهم جدا لا مكان الا للتشجيع في مباراه النجم الساحلي. لازم تبقى عامل مساعد، لازم لما تحس كمان بخبره جماهيرنا الكبيره، جماهير الاهلي دي يا جماعه جماهير عظيمه. جماهير متحمله مسؤوليه طول الوقت، عارفه هي لما ودي نصيحتي كمان من ضمن الحاجات اللي قلناها امبارح هنكمل النهارده، لما تلاقي اداء فرقتك بيحصل هبوط ده واقعي جدا ومنطقي، مفيش فرقه في العالم 90 دقيقه تبقى في حاله ضغط، 90 دقيقه بتبقى فرص بتضيع كل سنتين، مفيش فريق في العالم كده. اللي بيخليه كده كل اهلاوي جدع هيبقى في المدرج، وكل اهلاوي بيتفرج في بيته. لكن انا هنا بخص اللي هيبقى موجود في الاستاد، عليك دور كبير جدا 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 من اول دقيقه. الدعم للعيبه لما تلاقي الاداء الفني بيهبط شويه انت تفوق من تاني. اتذكر مواقف كتير الاداء حصل هبوط من ثالثه شمال، الملعب كله الناس كلها ما كانتش مصدقه، اللعيبه انتفضت جوه الملعب، جمهور الاهلي يحرك الصخر، جمهور الاهلي
يحرك الصخر. واحنا بنشوف، جرب تدخل الاستاد، الكلام مش كلام وخلاص، كلام ليه معاني. وانا ما كنت بقول لحضراتكم صوت الاهلاوي بألف صوت وبألفين وبتلات تلاف الاهلاوي، لانه بيلعب على بطولة، لانه عايز بطولة افريقيا وعايز يروح اليابان. فمن هنا ما ينفعش مدرج يصدر احباط. ما شفتهاش، ما شفتهاش على مدار تاريخ النادي الاهلي. الاهلاويه بيحبوا ناديهم، الاهلاويه ما لهمش بحاجه غير الاهلي يكسب. على فكره مش عايز اخرج بره الموضوع، لكن دورنا اللي نقدم نصايح. على فكره في اهلاويه ما لهمش دعوه مين هنا في البوزيشن دوت، ومين هنا مدير امن النادي، ومين هنا مدير تنفيذي للنادي. في اهلاويه كده بيحب النادي الاهلي ملوش دعوه بامور كتير، لكن في ناس بتحب تهتم بكل حاجه داخل ناديها، وبتغضب في حاله لما بتشوف بعض الامور اللي هي تضايقها، وبتبقى فرحانه جدا لما النادي الاهلي يبقى في الطبيعي بتاعه. ده كلام منطقي، لكن الاغلبيه العظمى ملهاش دعوه باللي انتوا بتشوفوه والحاجات الكتير جدا جدا واللغط الموجود، لانهم بيحبوا الاهلي من قلبهم، بيحبوا الاهلي اكتر من اي حاجه في حياتهم صدقوني. فمن هنا الحلقه النهارده فيها امور كتير جدا هنتكلم فيها كالعاده، ولكن مهم جدا زي ما بنقاتل على جمهورنا. انا عارف ان جمهور الاهلي واعي، وعارف ان جمهور الاهلي مش مستني نصيحه، وعارف ان جمهور النادي الاهلي ده عارف رايح هيعمل ايه. لكن نزود، مش عايزين يتقال لجمهور الاهلي عمل مشكله، لان الكل، ودي حقيقه الامر، الكل منتظر جمهور الاهلي يحصل غلطه شفته. لا استنى، لا مش عايزين جماهير، انا بقول لكم الحقيقه. لكن لا تخيل بقى تكمل المنظر الرائع اللي عملتوه من السنه اللي فاتت في كل المباريات، وفي مباراه حتى الدوري ال 100 150 اللي كان بيروح، بعد كده مباراه افريقيا الالتزام والانضباط، المباراه الخارجيه كل سفير في تونس وغير تونس كان بيشيد بجمهور الاهلي الموجود والتشجيع، وكان بيتفاجئ مش مصدق اللي في ناس بتسافر كده وبتحب الاهلي بالشكل ده. لا الكل يصدق، لان جمهور الاهلي جدعان ورجاله، وده واجبنا، واجبنا افريقيا يا اهلي. جرب تدخل الاستاد، اربع حروف الاغنيه الجميله اللي بتخلي اللعبة تتحرك من ثالثه شمال وعلى الحلوه والمره، كل الحاجات الجميله دي لازم تقوم بيها اللعيبه من اول دقيقه. اللعيب اللي عليه كلام كتير تناديه ومره واثنين وثلاثه عشان تفوقه وتحمله المسؤوليه معاك عشان يفرحك. لكن تخيل لو العكس، حط اللاعب بقى ينزل فاقد الثقه، يبقى قدامه زميله، واللي فاقد الثقه بخبرتي بيبقى قدامه اتنين زمايله مش واحد، ما بيشوفهمش، والله ما بيشوفهم، ما بيشوفهمش، عشان بيبقى في ضغط، متحمل مسؤوليه زياده عن اللزوم، حماس زياده عن اللزوم، خايف من النقد برضه، لان اللاعب كده طول الوقت. لعيب الكوره لما بتقول له كلمه حلوه بتلاقي معنوياته مرتفعه، لما يلاقي مسانده معنوياته بترتفع اكتر. لكن لما بيحس ان جمهوره مش راضي عنه هو حاسس. فانا بدي له رساله، انا اللي بفوقك، انا اللي بحب الاهلي وبروح وراه كل مكان، انا اللي بفوقك. هو ده مهم جدا جدا، نصيحتنا لجمهورنا. ابتديت النهارده وكل يوم بنبتدي بيكم، لان هي دي نوعيه برنامجنا، نتكلم عن جماهيرنا ونتكلم على دعمكم. واتمنى التتش يفتح ويبقى الجماهير تروح تشحن بطاريات اللعيبه والجهاز الفني، تدي باور زي المره اللي فاتت في مباراه الترجي، عملنا اعجاز في كره القدم. الكل كان بيصدر احباط للكابتن حسام البدري، البعض بلاش الكل، والبعض كان بيصدر احباط للاعبين، لا بقى صعب، لا الترجي فريق قوي، الترجي مش عارف ايه. الصوره دي الجميله، جمهور حسام يا بدري، افريقيا يا اهلي، الله عليكم، الله عليكم يا جمهور الاهلي عظيم. احنا بنعيد الرسائل، بنشحن البطاريات معاكم. الاهلي في قبل نهايه بطوله افريقيا بيقابل فريق محترم، بيقابل فريق قوي، لازم تحترم الخصم، ولما تحترم الخصم بتبقى مباراه سهله وتكسبه. افريقيا يا بدري، افريقيا، مش بنحط ضغط على كابتن حسام ولا على اللعيبه. عالم كره القدم، اعمل اللي عليك، اتعب، اعرق، العب بروح فانيلة النادي الاهلي، وبعدين هتلاقي الجمهور بيحييك وبيسقف لك وبيحترمك وعلى كل مجهود انت عملته. فمن هنا برضو رسالة تانية للعيبة، شيل الضغوط من عليك خالص، دي مباراة كرة القدم جزء منها كبير المتعة والاصرار والعزيمة والالتزام والانضباط. لكن طول ما روح الفانيلة الحمراء
موجودة. أنا عمري ما خاف على النادي الأهلي، جمهور شريف إكرامي، مساندة، دعم، رايحة له مخصوص بتقول له أنا معاك، سيبك من الكلام اللي بيتقال ده كله وكان النقد اللي كان بيتعرض له قبل كده. راح شريف عمل مباراة رائعة في مباراة الترجي، هي دي الصورة اللي نتمنى طول الوقت نشوفها ونشوفها في استاد برج العرب. جمهورنا داعم، جمهورنا مساند، جمهورنا هيبقى عامل الفوز ان شاء الله، خصوصا اللي هيبقى العدد كبير والمدرجات كلها مفتوحه والناس كلها بتساعد ان جماهير الاهلي تبقى موجوده، لان في حاجه كويسه بنقول وقت النقد نقد والوقت اللي يبقى فيه حاجه محترمه مشرفه. فدوركم يا جماهير النادي الاهلي، محدش يروح وما يشجعش الاهلي، محدش يروح وينسى اللي فيه اللعيبه محتاجاه جوه الملعب من اول دقيقه لاخر دقيقه. مباراه مهمه لينا كلنا، عايزين بطوله افريقيا وحشتنا، تخيلوا تاني وتالت ورابع منتخب مصر في كاس العالم والنادي الاهلي بياخد بطوله افريقيا ان شاء الله ان شاء الله، وكمان بيروح كاس العالم. يبقى هنا الرياضه هي البسمه، هي الفرحه، هي الانتصار، هي السعاده، هي اللي بتنسي الناس همومها، وهو ده اللي احنا بنقوله. الرياضه اللي بتنزل الناس كلها بعالم مصر في الشارع، الرياضه اللي بتنزل جماهير الاهلي في العشرة 15 سنه الاخيره فرحان طول الوقت، عنده تشبع من البطولات، مش بيخسر سنه وياخد اربع سنين، مش الاهلي اللي بيخسر سنه واثنين وثلاثه واربعه، بجمهوره، بجمهوره، بمعالجة الأخطاء، بلعبته الرجالة والوفرة العددية اللي موجودة من اللاعبين، بجهاز فني بتحمل مسؤولياته وبيظهر كويس جدا في المباريات الكبيرة. دي كانت البداية النهاردة في الحلقة.